أنا أحمد النابلسي من قرية عتمار محافظة درعا. من فترة سنة تقريبا صار معي مرض سرطان هودج كن عقد لمفاوية بالعنق والصدر والبطن والحوض، وخضعت للعلاج الكيماوي جرعات كيماوية، وبعد فترة تطور المرض صار عندي ساركوما غضروفية نوع كابوزي بالعظم وتضخم بالكبد، وصار عندي مشاكل قلبية نتيجة العلاج الكيماوي. بالنسبة لي شخصيا مرض السرطان ما أثر على حياتي، يعني ظليت يعني عايش حياتي طبيعي برابط نقاط الرباط محافظة درعا. سبب المرض اني ما تخليت عن واجبي الثوري تجاه الثورة السورية، ولا تخليت عن مبادئي بالحياة، يعني ما خليت مرض السرطان يأثر على حياتي وعايش حياتي طبيعية بشكل عام. يعني المرض ما أثر علي، وما واجهت صعوبات بسبب المرض، يعني بسبب نقص الجرعات والمواد اللازمة للعلاج، وبالمناطق المحررة ما في علاج ما في جرعات.